بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلسلة الوصف النباتي لمحاصيل الخضر. الوصف النباتي للفلفل. الموطن الأصلي للفلفل أمريكا الوسطى والجنوبية، وكانت هناك بعض أصناف الفلفل الأحمر معروفة في مصر، وفي عهد الخديوي إسماعيل أدخل الكثير من الطرز الأخرى. والفلفل نبات عشبي حولي، ولكن يمكن تعقيره في المناطق المعتدلة بحيث ينمو لمدة موسم آخر، وذلك بعد تقليمه تقليما جائرا قبل حلول فصل الشتاء. الجذر يكون للنبات جذر وتدي متعمق في التربة في حالتين، الأولى في حالة الزراعة بالبذور مباشرة في الحقل الدائم، وهذه الطريقة لا تستخدم في مصر، الثانية في حالة الزراعة بشتلات منتجة في صواني حيث لا يحدث فقد للبذور. أما في حالة الزراعة بشتلات منتجة في مشاة الحقلية، فغالبا ما يتم تقطيع الجذر الأولي عند تقليع الشتلات، ومن ثم تنمو عدة أفرع جذرية على بقايا الجذر الأولي وقاعدة الصاج بعد الشتل، حيث تنمو بعض هذه الأفرع أفقيا وينمو البعض الآخر رأسيا، مكونا بذلك مجموع جذري ليفي. وعند توفر الظروف البيئية الملائمة لنمو الجذور يتعمق الجذر لمسافة 120 سنتي. عموما فأغلب الجذور الفعالة تكون موجودة في 40 سنتي العلوية من سطح التربة. الساق ينمو نبات الفلفل قائما، ويكون النمو الخضري مندمجا في معظم الأصناف. تتفرع الساق الرئيسية والأفرع التالية تفرعا ثنائي الشعبة، ولذا فإن الساق الرئيسية للنبات تنتهي عند أول تفرع. وساق الفلفل مصمتة والمقطع العرضي لها مضلع، تتخشب بتقدم النبات في العمر وهي سهلة الكسر. يتراوح طول الساق من 30 إلى 120 سنتي على حسب الصنف. الأوراق أوراق الفلفل بسيطة ملساء كاملة الحافة، تختلف في الشكل من بيضاوية إلى مطولة، وتكون الأوراق أصغر حجما وأضيق وسميكة نوعا في الأصناف الحريفة عنها في الأصناف الحلوة. الأزهار تحمل الأزهار مفردة عادة في نهايات الأفرع، إلا أنه بسبب طبيعة التفرع الثنائي الشعبة فإنها تبدو محمولة في أباطي الأوراق. وفي بعض الأنواع قد تخرج الأزهار في نورات سيمية صغيرة مكونة من 2 إلى 3 أزهار، ويبلغ طول عنق الزهرة حوالي من 1 إلى 5 سنتي، وهي زهرة خنثى كاملة. يتكون الكأس فيها من 5 إلى 7 سبلات تبقى خضراء حتى نضج الثمرة وتزداد معها في الحجم، والتويج يتكون من 5 إلى 7 بتلات لونها أبيض غالبا، ولكن قد تكون قرمزية أحيانا. والطلع يتكون من 5 أزدية منفصلة، والنتوج تنشق طوليا. والمتاع يتكون المبيض فيه من 2 إلى 4 مساكن، ويكون قلم الزهرة طويل وينمو لمسافة أطول من الأزدية. التلقيح يعتبر الفلفل من نباتات خلطية التلقيح جزئيا، حيث يتم التلقيح الخلطي بواسطة الحشرات،
حيث تزيد نسبة التلقيح الخلطي بزيادة النشاط الحشري، خاصة نحل العسل التي تزور الأزهار لجمع الرحيق وحبوب اللقاح، إلا أن أزهار الفلفل بوجه عام لا تعد جاذبة للحشرات، وتتفتح الأزهار خلال ساعتين من شروق الشمس، وتظل متفتحة لمدة تقل عن يوم كامل. الثمار: ثمرة الفلفل عنبة لبية تحمل متجهة لأعلى عادة وهي صغيرة، وقد تبقى كذلك في بعض الأصناف، أو قد تتجه إلى أسفل أثناء نموها في أصناف أخرى لتصبح متدلية. تختلف في الشكل، فقد تكون مكعبة أو قلبية أو أسطوانية، أو كروية، أو كريزية، أو طويلة ورفيعة. وهناك أشكال متعددة، كما تختلف في الحجم، وتختلف أيضا في اللون، فالثمار الناضجة قد تكون حمراء أو صفراء أو برتقالية أو سوداء أو بنية اللون، حيث يرجع اللون البني إلى طفرة تمنع التحلل الطبيعي للكلوروفيل عند النضج، هذا بالإضافة إلى اللون الأخضر قبل النضج. ويرجع اللون في ثمار الفلفل إلى خليط من صبغات الليكوبين والزنزوفيل والبيتا كاروتين، فتعطي الدرجات المختلفة للون الأحمر. أما الثمار الصفراء فتوجد صبغة البيتا كاروتين منفردة بها. كما تنقسم قاعدة الثمرة عادة إلى 2 إلى 4 حجرات حسب الصنف، إلا أن الفواصل لا تمتد إلى نهاية الثمرة، وقد تظهر على الثمرة من الخارج انخفاضات تحدد موضع الفواصل الممتدة بين المساكن، وتتكتل البذور على المشيمة في قاعدة الثمرة، وترجع الحرافة في الثمار إلى مادة الكابسايسين، حيث تتكون هذه المادة في جذر المبيض التي تصبح بعد ذلك جذر الثمرة، إلا أنها تتركز في المشيمة ويزداد تركيزها كلما اقتربت الثمار من النضج حتى يصل إلى 1% في الأصناف الحريفة. البذور: بذور الفلفل مبططة ولونها أصفر وملساء وليس عليها زغب، وبها انخفاضات ظاهرة، ويبدو فيها الحبل السري بارزا قليلا من حافة البذرة.